اللي هي الخوادم. كوكو، السلام عليكم، شحوالكم؟ ان شاء الله كيما تكونوا بخير، صحتكم تكون لاباس، توحشتكم مع الرام. على بالي راني مغيبه اليوم هذوك، نقول لكم تضحكوا عليا. تقريبا زرت 48 ولايه بس الصيف، العلم باتنا الج كل يوم راني في بلاصه، عندي شوي خدمه الحمد لله يا ربي، دوك راني سافا، راني راكحه. هذا اليوم راني ثاني مع هارون، رانا قاعدين نخيروا هبلتو مسكين، دير لا كولار هذيك، اشري هذيك، جيب هذيك. شوفوا على بالكم انا مع تحضيرات مع العرس، يتقرب رمضان، شوفوا كي شغل تخلطت ليسونسيال الحمد لله يا ربي. راني وليت الفيديو تاع اليوم راح نديروا فيه وصفات رمضانيه، اون بليس واش وجات واش شريت للعرس، بارطاجي معكم بزاف حوايج ان شاء الله يعجبوكم. اللي انا كيما راكم تشوفوا راني مع المطلة، حنات لكم المطلة اللي خيرتها، كيما قال لي هو، قال لي عجب لك الاسم نتاعك اكثر من المطلة. كيما راكم تشوفوا المطلة هذه فيها الاسم نتاعي والاسم نتاعو هارون وهاجر، بيرسوناليزي يعني يخدموها لنا على حسب واش نحتاجو حنا. المطلة هذه هايله بزاف، يعني يدير لكم توصيل جميع الولايات، راهي تلقاوها عند افرشه سيليا، خلي لكم النيميرو لنا في الشاشه. على بالي بلي راكم تحبوا حتى نتوما الحوايج هذو، كيما انا عجبت لي بزاف بزاف، هايله مطلة كومفورت، وثاني ضمان 15 سنه، يديروا لكم حسب لي ميزور اللي تحبوهم نتوما، تاع بلاصه وحده، تاع دو بلاص، تاع بيبي، يعني كيما تحبوا. اون بليس يكتبوا لكم الاسم نتاع البيبي هذاك ولا الاسم تاع لي كوبل، هذه حاجه جديده وحاجه عجبت لي، يعني خير من هذوك لي مطلة العاديين. اون بليس اورتوبيديك، وثاني كونفورت كيما قلت لكم، مطلة برودوي الماني، وثاني القماش تاعها راهو ضد الحساسيه، مصنوع في بلجيكا، يعني انايا ما جيت شريده حتى نهبلني، لا ما نجيبوش، نجيبو هذيك هذيك حتى نرصها على هذه في الاخر، عجبت لي، رضاني بالاسم نتاعي ونتاعو. ليسونسيال راني قاعده نعطي لكم في لي ديتاي نتاعها كي جينا نخيرو وكلش، يعني هايله بزاف بزاف. اللي مازال ما شاتش مطلة ولا اللي عندها بيبي ولا اللي راهي تحوس على مطلة بيرسوناليزي، نخلي لكم لهنا نيميرو تاع افريشه سيليا، هايله بزاف بزاف يا البنات صراحه. اون بليس يوم بالي وهالكم كيما يحب الخاطر، ما تتمسخ لكم ما والو، ويرسلوها لكم لجميع الولايات. ثاني كيما قلت لكم بلي ميزير اللي تحبوها نتوما يخدموها لكم. شوفوا لهنا كيما راكم تشوفوا، بعدها راني ناويه هنا قطعت الصوت لانه كون نخلي غير الصوت راح تجي الحكايه طويله بزاف، انا وياه قاعدين نحكيو في قصه حياتنا، نعبر على مشاعر تاعنا. غير نتمسخل هنا، كنا راح نديرو فيديو لكم نتوما، كنا نحكيو على امور العرس، وكو تعرفوا لي ديتاي هذوك، اشري من جيب هذيك. شوفوا اي واحد، اي كوب الجزائري يجي يتزوج لاخر لحظه يقول باللي راني كملت، يلقى روحو مازال ما كمل. كيما انا كل ما نقول سيبو هذه التاليه، قالوها ناس الغرب، نلقى روحي راني في الاولى، هذا وين بديت، مانيش في التاليه. شوفوا بزاف امور لقاهم ناقصين لهنا، بعد ما كملنا دورنا شفنا بزاف حوايج. لهنايا رحنا نتغداو بطبيعه الحال، انايا لازم نتغدا، يوصل وقت الغدا، مي اصلا كي نخرجوا نقضيو امورنا ديما الغدا نتغداو روتار، لانه يروح علينا الحال، وعلى بالكم باللي حوايج الدار دي وقت كبير كبير، خاصه انه كي شغل قضيه البعد وكلش. وهذه الايام قلت لكم الولايات كل زرتهم غير عنابه، بقات في خاطري انا نحب عنابه لانه قريت فيها، لا غير يعني نحبها قاعد قريت فيها ولفت البلايص اللي فيهم وكلش، مي دوماج ما رحت لهاش، ان شاء الله في القريب نروح. شوفوا لهنا كيما راكم تشوفوا، ثاني بعدها كملنا ضربنا دوره، شريت بزاف حوايج، ان شاء الله في الفيديو القادم راح نبارطاجي معاكم بزاف حوايج، ما حبيتش نخلط الامور في بعضها باش هكا تشوفوا كامل لي ديتاي. وبعدها لهنايا روحت للدار، جيت راح نبارطاجي معكم هاد لاسيري، كي تشوفوا الاحمر تفهموها هاجر، نموت على الروج. لاسيري هذه عندي مده وانا نستنى فيها يا البنات، لاسيري هذه شوفوا ما جات جاتني حتى خرج كبير، نحب لاكولار هذه الحمراء، وكوزينتي نورمالمون عرفتوها الكوزينار تاعي، لاكولار تاعها جايه في الروج، ليسونسيال هاد لاسيري هذه جايه في الروج بالسيف، لو وصلتني لانها كانت مقطوعه. شوفوا لاكولار تاعها جايه توب توب، من الفوق جايه في الروج كلار، ومن بعد تمشي ويولي فونسي هذاك الروج. شوفوا لهنايا فيها زوز مقالي، نعطي لكم واش فيها لاسيري هذه كامل، فيها لهنايا زوز مقالي، شوفوا المقالي تاعها جايين خشان ما شاء الله، كيما راكم تشوفوا اون بليس جايين غامقين، يعني كي تحبوا تقليو حاجه وما تدفقلكمش هذيك الزيت، جايين غامقين هايلين هايلين. فيها هذه المقله الكبيره بالقطه تاعها، اون بليس هذيك منين تهزيها ما تسخنش. لهنا ثاني جايين ثقال من لورا، اينوكس تاعهم يعني هايل بزاف، فوالا كيما راكم تشوفوا،
وفيهم بطبيعه الحال الغطاء نتاعهم ومنين تهزي. اون بليس كيما قلت لكم باللي رام جايين غامقين بزاف. قبل نكملوا الفيديو على بالي بلي حتقسموني منين جبت لاسيري هذه، جبتها من عند رازان شوب. نخلي لكم الرقم نتاعهم في الشاشه، عندهم 05 55 61 50 05 ولا تجيزي. الباك هذا كامل فيه بزاف لي بياس يدير بزوز ملايين و750 الف، والتوصيل راهو كاين لجميع الولايات، يعني التوصيل راهو متوفر لجميع الولايات. قلت لكم فيها زوز مقالي هذا. ونزيد نروحوا للحاجه اللي بعدها، خاصه انه رمضان قرب وكلش الناس اللي راهي حابه تشري لاسيري مالك غير تبروفيتي قبل لا تخلص، ما خاطرش راهم كانوا خلصوا وانتم على بالكم باللي راهم كانوا غير متوفرين. درك راه معاودوا توفروا، غير توفروا جبتهم لداري ان شاء الله. على بالي بلي حنا العرايس نموتوا على انه نعمروا الديار، خاصه كي تكون حاجه باهيه وكلاس. ليسونسييل فيها هذه لي كاسرول جايين طروال، راني غلطت في هذوك نتاعهم منين يتهزوا راح لي الاسم نتاعهم لي برا نتاعهم، غلطت فيهم تاع الكبيره ركبت والصغيره، يعني انا اصلا راح نعاود نحلهم ونخبيهم بطبيعه الحال باش نديهم مخبيين. فيهم الصغيره، فيهم المتوسطه، وفيهم الكبيره. جايه سيريه، يعني كي تشري هذا الباك ما تحتاجي لا طنجره، ما تحتاجي لا مقله، ما تحتاجي لا كاسرول. هذا الباك راح يكفيك ويوفيك في الكوزينه نتاعك سواء في رمضان ولا راكي عروسه جديده. فوالا كيما راكم تشوفوا هادو جايين ثلاثة مع بعض. انا نحب الحاجه تكون متناسقه، اون بليس كي شريت الحوايج في الروج حبيت نكمل كلش في الروج. فوالا فيها ثاني هذا المرامت كيما راكم تشوفوا فيهم جايين زوج، هذه الاولى فيها حتى هي الغطاء تاعها، وهذاك اللي داير بالغطاء تاع القزاز جاي في السيليكون كيما راكم تشوفوا، هايله بزاف عجبولي. يعني انا اي حاجه حمراء هايله، مي هادو هايلين بصح لانهم ثقال. جاي لي نوكس نتاعهم ثقيل ولاكولير تاعهم تهبل، وكي تحطهم في الكوزينه شبعه ما عندي ما نحكي لكم. فوالا هذه الاولانيه، نزيد نعطيكم الدوزيام كيفاه جايه، وهذه اللي جايه في الدوزيام هايله هايله بزاف. ميم لي ديزاي تاعها هايلين بزاف كيما راكم تشوفوا فيهم، حبيت نعطيكم غير بالعقل باش تشوفوا كامل لي ديتاي. نزيد نعطي لكم اللورا، هذو من لامارك بيبيف على بعضهم كامل لامارك بيبيف. وبلا ما نحكي لكم ولا نشرح لكم على لامارك بيبيف، انا نحب لامارك بيبيف لاني راني نستعملها وعندي بزاف حوايج منها في دارنا، على هذا كاني مدايره كونفيونس فيهم وديتها. شوفوا لهنا كيما راكم تشوفوا هذه كسكسيار جايه فيها، تقدري تستعملي هذه برمه يعني تطبخي فيها اي حاجه ولا تديري بها الكسكاس. انا نموت على بالكم باللي احنا في جهتنا نحبوا التليتلي البربوشه الحاجه تاع التفوار كامل نحبوها نموت عليها. انا نحب العجين بزاف. فوالا كيما راكم تشوفوا هذه جايه كسكسيار، وتقدري ديريها في نفس الوقت برمه. فيها هذو لي برا تاعها يتنحاو جايين في السيليكون كيما راكم تشوفوا فيهم، يتنحاو ويرجعوا بطبيعه الحال. يعني هذه الحاجه زايده فيها، يعني تقدري تنحيها من فوق النار بلا ما تهزيها بحاجه خلاف، لانه لي برا تاعها راهم جايين في السيليكون ما همش راح يكونوا سخونين. ما من هنا الكسكاس تاعها كيما راكم تشوفوا تقدروا تهزوه كيما راه، يعني ماشي لازم تحصلي فيه ولا تقولي بوها نهزوه. وثاني جايين ثقال، لي نوكس تاعهم هايل بزاف. انا يعني قلت لكم الباك هذا كي شفته مت بالفرحه، لانه راني لقيته برا غالي بزاف، ومن بعد كي زدت راح ندي لقيته مقطوع بعد كي كومونديتو هذا وين وصلني حتى نعاود ادخل. شوفوا لهنا واش فيه كامل، هذو هما لي بياس اللي فيه كامل ما شاء الله. في لي كاسرول هذو اللي قلت لكم عليه حبيت نعطي لكم، تفكرت ما نعطي لكمش لي بوا تاعهم والديامتر تاع كل حاجه 14 16 18، يعني من الكبيره للصغيره. هادو هما لي كاسرول، اون بليس البراد تاعها هايل بزاف وماهوش سخون، يعني كي تهزيه سهل الاستعمال. لهنا راني ما فيكسيتهمش مليح حتى نعاود، يعني نروح لداري ان شاء الله ونعاود ندير كلش من دارة بجديد. شوفوا لهنا كيما راكم تشوفوا هاد المرامات ولا البرمات الصغيرين، هادو المرامات كيما راكم تشوفوا فيهم 20 24 سنتيمتر، يعني كبار يهزوا ما شاء الله. تحبي تستعمليهم خاصة في رمضان، يعني حنا نحتاجوا الحوايج هادو خاطرش حنا نكثروا الانواع. فوالا كيما راكم تشوفوا، وثاني الكسكسيار راني كنت نعطيها لكم، بقالي غير نزيد نعطي لكم لابواط نتاعها كيفاه جايه لابواط تاعها. هذه جايه 24 سنتيمتر، يعني راني نعطي لكم في لي ديتاي تاعها. اون بليس فيها هذوك لي برا يتنحاو، هذه الحاجه الميزه اللي زايده فيها. ولا كولار بطبيعه الحال ملكيه ما عندي ما نحكي لكم في الاحمر، يعني اي كوزينه تحطوا فيها اللون الاحمر راح يخرج ويتناسق معاها. وثاني هذا هما المقالي اللي قلت لكم عليهم، شوفوا يهزولكم ما شاء الله. اون بليس عجبولي كي عاد جايين غامقين يا البنات كيما راكم تشوفوهم، راهم كبار 24 28، يعني ما شاء الله كبار ما همش صغار.
او بليس كي تحطوا فيهم الزيت ولا مش راح يطرش لكم، وعندهم منين تغطيو ديروا شكشوكه ولا اي حاجه. الا انا راهم كانوا مومبالين وحليتهم على جالتكم باه تشوفوهم. انا درت لهم هذا التزيين باش نحطهم في الشوره نتاعي. قولوا لي عجبوكم ولا، وقولوا لي نتوما العرايس وجديتو معاكم اما عن في الشوره تاعكم. ليسونسيال اللي حب هذا الباك راهو ب 2750 الف، راهو التوصيل متوفر عند رازان شوب، يعني يدير لكم توصيل جميع الولايات. الاخر ما يلحقش ديما نقولها، خاصه الحوايج هذو العزاز. الا انا بعدها راح نروح ندير لكم واحد سلطة على بالي بلي كون تجربوها ما تستغناوش عليها في رمضان. السلطة هذه تجي بالدجاج، هذا الدجاج هذا بوليفيمي راح لي بالعربية ليسونسيال الدجاج المدخن. اللي انا كيما راكم تشوفوا فيه قصيت شوية من الخيار، عندي طماطم صغير قصيتها على نص. اللي هنا سلطة نقيتها وغسلتها بيا. اللي هنا نحط السلطة تاعي في ريسيبيون، نحط عليها هذاك الخيار. اللي هنا بعدها راح نحطوا عليها شوية من طماطم هذيك اللي قصيناها، ولهنا بطبيعة الحال إضافات اختيارية. راح نديرو لهنايا شوي زيتون أخضر، بعدها لهنايا راح نديرو ليها هذاك الدجاج اللي قلت لكم عليه، الدجاج المدخن بنين بزاف، نحبو ونستعملو في بزاف وصفات. أنا إذا شتوني نستعملو مع سلطة، نستعملو في البيتزا، نستعملو في كاش مملحات، يعني راح يجي بنين بزاف. ولهنايا راح ندير شوية من اللمسة تاع الكمون الأخضر، نحبو في السلطة يعطي قو بنين. لهنايا درت عليها شوية من الفرماج مكعبات، إذا عندكم كومامبير ولا فرماج عادي، ليسونسيال يكون حاكم ماشي هذاك اللي يتلاصق. ولهنا راح ندير عليها لاصوص اللي هي فيها شويه ثوم، ملح، زيت وخل، ما حطيتش وفلفل كحل، ما حطيتش معاهم الكمون، ما خاطرش الكمون. لاصوص هذه راح نديرها في بزاف حوايج، وانا ما نحبش ندير فيها الكمون لانه الكمون ما نستعملوهش في الحوايج كامل. فوالا شوفوا هذه السلطه كيف راح تجي، راح تجي بنينه بزاف اون بليس غنيه. والناس تاع الريجيم ثاني تقدروا تبدلوا الزيت بزيت زيتون وتاكلوها، راح تجي روعه. وثاني اعتمدوها في رمضان ما هيش راح تخطيكم. اما لهنا راح نديروا هذه المملحات بالعجينه المورقه. لهنا راني درتو قصيت المعجينه المورقه تاعي بالطابع نتاع الورده، راني درتهم معكم من قبل يعني الوصفات هذو كامل. انا الوصفات اللي يعجبوني نديرهم ونعاودهم. الوصفه هذه درتها معكم من قبل كما راكم تشوفوا، تجيبوا الطابع نتاع الورده وتقصوا العجينه المورقه تاعكم. مام العجينه المورقه راني خدمتها معكم من قبل، خدمتها معكم بزاف مرات وبزاف طرق. لهنا بعدها بعد ما قصيناهم وحطيناهم في المول تاعنا، المول تاعنا راكو شتو كيفاه جاي، جاي تاع لي مادلا اللي نحطو فيه لي مادلا. ليسونسيال تحطو فيه هذيك العجينه المورقه اللي قصيتو على شكل ورده، راح تدي الشكل هذه. من بعد راح تعبزي عليها غير بيدك على جوانب باش تحكم لا فورم تاع السنيوه تاعنا. بعد راح تجيبي فرشيطه وتبقاي ترشقي فيهم بالوسط ولا في اي حاجه نقاب ولا اي حاجه، ليسونسيال ترشقيهم في الوسط. شوفوا لهنا كي قصيتهم جاوني بالشكل هذاك الدائري. اما بالنسبه لهنا للخلطه تاعي فيها الدجاج لهنايا مدخن، فيها شويه عظام شويه حليب، وفيها شويه دار يعني رابيتو، فيها شويه من الفلفل الكحل وشويه ملح بطبيعه الحال. خلطت كلش مع بعضه. لهنايا تقدروا ديروا اي اضافه ولا تقدروا تستغناو على حوايج اخرين. لهنايا قادرين ما تزيدوا فرماج، يكون فرماج اللي ذوب تحطوه هو الاول ومن بعد تحطوا عليه هذا الخليط. شوفوا راح يجيكم بنه خياليه، يجي هبال هبال يا البنات في البنه نتاعو. جربوه اون بليس كي تجربوها كي طيب لكم كي تاكلوها راح تجي خفيفه خلاص. تقدروا ديروها كمقبلات في المناسبات، مقبلات في المناسبات نتاعكم، ولا ثاني تقدروا ديروها في رمضان في بلاصه البيتزا في بلاصه بوراك. بزاف الناس ما يحبوش بوراك ولا بيتزا قادره هذه 5 تجيب دي العجينه المورقه تاعك صباح تخليها تنحلها هذاك الجليد تاع الكونجلي، بعدها تمشيها وديري لها هكا في دقيقه توجديها. لهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما كملت حطيت فيهم الخليط كامل راح ندخلوهم. لهنا حاولوا انكم، راح نقول لكم حاولوا انكم الخليط ما تطلعوهش بزاف لانه البيض هذاك راح يتنفخ، باش هكا تحافظوا على لا فورم نتاع الورده نتاعكم. يعني يكون يتنفخ ويجي طالع عليها راح يروح الشكل نتاع الورده. شوفوا لهنايا بعد ما طابولي شوفوا يعني كيف راهي تنفخت، والورده هذيك مازالت كيما راهي على هذا. قلت لكم ما تكثروش هذاك الخليط بزاف باش ما يسيح لكمش على الجوانب. شوفوا لهنا كيف طابت لي حمرا، الله الله تشهي. لهنايا انا بطبيعه الحال كاضافه واش راح ندير، راح نجيب لهنايا عندي فورماج رابي لهنايا راح نديره من الفوق، وثاني راح ندير عليه لمسه تاعي، راح ندير عليه شويه فلفل احمر، وهكا باش يجيني هذاك الفورماج كيذوب فيه من الفوق الفلفل الحار هذاك الاحمر كملون وفي نفس الوقت تزيين وذوق. يعني لهنا اختياري، قادره ديري فوق زيتون خضر، قادره ديري فيها واش تحتاجي ديري لها كتزيين. انا فضلت اني ندير لها كيما هكا. وبطبيعه الحال بعد ما تكملي لها الفرماج كامل وديري هذيك اللمسه تاع الفلفل الاحمر الحار هذيك، دخليها للفور نتاعك باش يعاود يذوب لنا
هذاك الفرماج درك تشوفوا الشكل تاعها راح يجي شهي بزاف بزاف بزاف. وبلا نوصيكم البنات مرحبا بكم في الانستغرام تاعنا هاجر جيجاني، كنت غايبه مي درك ان شاء الله العوده بقوه في رمضان، تحضيرات بزاف حوايج راح تشوفوهم، ما تنساوش ديروا جيم وابوني هكا باش يلحقكم الجديد تاع القناه وتشوفوا كل حاجه نحطوها. شوفوا لهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما دخلناهم للفور ذابنا جابنين هايل هايل. لهنا نبقيكم بخير ونشهيكم في الجنه، نتلاقاو في فيديو قادم، فيديو طب ما تعطيوش غدوه ان شاء الله الموعد نتاعنا. الى اللقاء، الى الملتقى ان شاء الله.